أخطر أنواع الدهون هي التي تحمل دهون الترانس أو الدهون المتحولة، وهي الدهون النباتية جامدة. كل الدهون النباتية الجامدة محلها سطلة القمامة. على الإطلاق يجب الإنسان لا يتقرب على الدهون النباتية الجامدة، وكل المصنوعات الغذائية التي تحتوي على الدهون النباتية الجامدة. الدهون الثانية الأخرى المضرة هي الزبدة النباتية. الزبدة النباتية أعزائي هي نفس زيوت الدهون النباتية الجامدة، عطرت بمواد تشبه زبدة الحيوانية وتباع في الأسواق على أنها زبدة حيوانية، ويرسم عليها صورة البقرة لكي يثبت لك هذا المفهوم. أعزائي لا يغشكم، لا تغشكم هذه الصورة، فرسم صورة البقرة ليس بأمر صعب على المحتالين. زيت ثالث الخطر هي الزيوت النباتية السائلة المأخوذة من البذور المعدلة جينياً. كل بذر معدل جينياً، يعني على سبيل المثال دهن الذرة، لكن الذرة نفسها مأخوذة من نبات الذرة المعدل جينياً. هذه أنواع أخطر، يعني هذه البذور ممنوعة، لا دهونها ولا هي ممنوعة دخول الدول العربية.